بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة في هذه الصبيحة المباركة التي نحاول من خلالها تقديم محاضرة افتتاحية لفائدة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ولاية ميلا. سعيد جدا بإلقاء هذه الكلمة الافتتاحية بعدما أغتنم فرصة إسداء الشكر إلى السيد المحترم مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف لولاية ميلا، ولا أنسى كل الطاقم الإداري الذي يشتغل تحت إمرته بإخلاص وبتفاني. لا يفوتني أيضا أن أسد عبارات الشكر والتقدير إلى كل الشركاء الاجتماعيين من نقابات الأساتذة والعمال والطلبة وكل الفاعلين في تكوين الجامعي. أيضا لا أنسى أن أسدي عبارات التقدير لكل الأساتذة والموظفين والإطارات العمالية بمختلف الفئات الذين أبدوا إخلاصهم وتفانيهم في إنهاء هذه السنة الجامعية المتميزة، التي طبعا كما يعرف الجميع كانت عبارة عن سنة شاقة نتيجة للظرف الصحي الذي تمر به البلاد والذي يمر به العالم بأسره. شكرا جزيلا أيضا لكل الطلبة الذين حرصوا على متابعة نشاطهم البيداغوجي، خاصة في الامتحانات التي يطمحون من خلالها إلى إنهاء هذه السنة الجامعية بنجاح. تحية تقدير وترحيب لكل الطلبة الجدد الذين التحقوا بالمركز الجامعي بعدما أدوا سنتهم الثالثة في الثانوي بنجاح وحصلوا على شهادة البكالوريا. نتمنى أن يجدوا ما طمحوا إليه في جامعتنا. المحاضرة موسومة بآداب وأخلاقيات المهنة في الجامعة الجزائرية. طبعا الموضوع هذا هو موضوع حساس جدا، موضوع أولت له الدولة عن طريق وزارة التعليم العالي، وعن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت له اهتماما تمثل في إصدار مجموعة من المراسيم، مجموعة من القوانين التي تنظم الآداب والأخلاقيات التي ينبغي أن تكون متواجدة في الحرم الجامعي. تمثلت خاصة في المرسوم 0480 الصادر في يوليو 2004، والميثاق الذي أصدرته وزارة التعليم العالي سنة 2010. هذه المحاضرة تعتمد على إبراز مختلف المبادئ الأساسية لميثاق الأخلاقيات والأداب الجامعية، ولخصت هذه المبادئ في سبعة عناصر. هذه العناصر تمثلت في النزاهة والإخلاص والحرية الأكاديمية والمسؤولية والكفاءة والاحترام المتبادل والموضوعية والفكر النقدي والإنصاف واحترام الحرم الجامعي. طبعا كل هذه العناصر تصب في مصلحة التسيير الجامعي الناجح، ولا يكون التسيير الجامعي ناجحا إلا إذا تكاثفت جهود كل المكونات المحيطة به، يعني من الطاقم الإداري إلى مصالح الموظفين إلى فئة الأساتذة الذين يؤطرون الطلبة إلى الطالب الذي يعتبر العنصر المشترك بين هؤلاء جميعا، يعني كل من في الجامعة يتكاتف مع غيره من أجل مصلحة، من أجل إنجاح الطالب، من أجل تكوين الطالب، من أجل الرقي بالطالب في مساراته العلمية المتتابعة. يمكن أن نفصل بعض الأمور الخاصة أو بعض الكيفيات المحيطة بهذه العناصر،
فعندما نقول النزاهة والإخلاص يعني هي أن نشيع الأخلاق المثالية وأن نرفض كل أنواع الفساد التي يمكن أن نصادفها في الجامعة، الحرية الأكاديمية ويمكن أن تظهر في التعبير أو حسن التعبير عن الآراء النقدية دون رقابة أو إكراه. العنصر الثالث هو المسؤولية والكفاءة، ويمكن من خلاله ضمان التوازن الجيد بين الدور الفعال للإدارة من خلال تشجيع الشراكة في اتخاذ القرار مع إبقاء المسائل العلمية للأساتذة الباحثين دون سواهم. العنصر الآخر وهو الاحترام المتبادل، ونقصد به الامتناع عن جميع أشكال العنف الرمزي والمادي واللفظي، التقيد بالحقيقة العلمية، ويمكن أن يظهر في ضرورة قيام البحث العلمي على الأمانة الأكاديمية. ثم الإنصاف وهو تبني الموضوعية وعدم التحيز، العنصران من شروط عملية التقييم والترقية والتوظيف. هنالك أيضا العنصر الأخير وهو احترام الحرم الجامعي، والأساس في هذا العنصر هو أن نتجنب كل نشاط سياسي متحزب داخل الفضاءات الجامعية الرحبة. من خلال ذلك نصل إلى مجموعة من الحقوق والالتزامات. هنالك حقوق الأستاذ الباحث داخل الجامعة، وفي جهة أخرى هنالك مجموعة من الالتزامات ينبغي أن يحققها أو أن يتقيد بها. هنالك أيضا حقوق والتزامات خاصة بالطالب الجامعي، وهنالك حقوق والتزامات خاصة بالموظف والإداري داخل الجامعة. طبعا عندما نقول الإداري نقصد كل الفئات العمالية وكل الفئات التقنية التي تسير إدارة الجامعة. فمن حقوق الأستاذ الباحث هو أن يوظف وفق المؤهل العلمي الذي يمتلكه، وأن يدرس وهو يحس ويستشعر الأمان في المؤسسة التي ينتمي إليها. هنالك أيضا حق من الحقوق وهو التعليم بآليات شفافة، كما أيضا كما أن الاحترام والنجاعة إذا ما دعي لوظائف إدارية تعتبر أيضا من الحقوق التي يتمتع بها الأستاذ. الخضوع للتقييم الأكاديمي عند ممارسة نشاطات التدريس والبحث، وتوفر الشروط الملائمة للعمل، وتماشي الراتب الممنوح مع طبيعة الوظيفة. يؤدي ذلك، يؤدي اكتساب الحقوق إلى التقيد بجملة من الالتزامات. هذه الالتزامات التي تخص الأستاذ الباحث من بينها الامتثال للمعايير العليا في ممارسة النشاط المهني، احترام سرية المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها، التحلي بالضمير المهني، المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات، تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن، عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها له المهنة، الامتناع عن تسخير الجامعة لقضاء أغراض شخصية، التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار الجامعة أو نشاطات البحث أو أي نشاط آخر. عندما من النشاطات التي يمارسها طبعا البحثية داخل الجامعة الانتماء إلى مخبر، الانتماء إلى فرقة بحث بيرافي، إلى غيرها، أو إلى مختلف النشاطات الأخرى التي يمكن أن تتواجد. صيانة حريته في العمل بوصفه جامعيا، الاطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته، السهر على تحسين المعارف وطرائق التدريس والتكوين والتقييم الذاتي والحس النقدي والإحساس بالمسؤولية. هذه بعض الالتزامات الخاصة بالأستاذ الباحث. الآن نأتي إلى الطالب الذي هو في الحقيقة العنصر الرئيسي أو محور الجامعة من خلال المكونات التي تتوافق وتنسجم في عملها من أجل تحقيق كل الشروط الموضوعية الممكنة للطالب حتى يتسنى له الارتقاء بمستواه بطريقة
متناسقة وفعالة في مؤسسات التعليم العالي. من بين الحقوق التي يتمتع بها الطالب داخل الهرم الجامعي الحق في تعليم جامعي وتكوين نوعي، طبعا يظهر هذا من خلال التأطير النوعي، من خلال الكفاءات التي يتمتع بها الأساتذة، من خلال الأداء الإداري الذي يبنى على الكفاءة والنزاهة والالتزام. أيضا هنالك حق للطالب داخل الجامعة وهو أن يحس بالحماية من كل إشكال التمييز الذي له علاقة بالجنس أو أي خصوصيات أخرى. هنالك أيضا الحق في حرية التعبير والرأي في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية. ثم الطالب له حق الاستفادة من برنامج تدريسي يشتمل على دروس لكل فصل، طبعا لا يتحقق ذلك إلا بتوفر الدعائم البيداغوجية المناسبة، المراجع ومصادر ومطبوعات، ومواقع على الانترنت أو ما يسمى بالوسائط الإلكترونية أو التعليم عن بعد أو غيرها. للطالب أيضا الحق في أن يقيم عمله وجهده بطريقة منصفة وعادلة وغير متحيزة. أيضا الطالب له الحق في أن يتسلم العلامات الموثقة في التصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بالامتحان، مع الحق في الاطلاع على هذه الوثيقة طبعا في الأجال المنصوص عليها قانونا، مع أيضا حق الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح الامتحان. يعني هذه بعض الحقوق التي يتمتع بها الطالب. من خلال هذه الحقوق يتوجب على الطالب أن يحترم أعضاء الأسرة الجامعية بكل المكونات، وأن يحترم نتائج المداولات التي تظهر فيها النتائج الخاصة أو تظهر فيها العلامات الخاصة بامتحانه، الإنصاف أو الاتصاف بالحس المدني وحسن الخلق، تجنب الغش أو السرقة العلمية، الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه. ثم من خلال السلوك الحسن ينبغي أن يحترم قواعد الأمن والنظافة داخل المؤسسة التي ينتمي إليها. أيضا نصل إلى الشق الثالث من مكونات الأسرة الجامعية، وهي فئة الموظفين والتقنيين طبعا الذين يسهرون على الأداء الإداري وفق المعايير الإدارية والعلمية المتفق عليها. وهذه الفئة من الموظفين والإداريين والتقنيين أيضا لها مجموعة من الحقوق تتمتع بها داخل الهرم الجامعي، من بينها أن تنال التقدير كباقي الأفراد العاملين في الجامعة، يعني لا فرق بين الأستاذ والموظف والطالب وأي عامل داخل الهرم الجامعي. التمتع بالمعاملة الموضوعية أثناء عمليات التوظيف والتقييم والترقية، عدم التعرض إلى المضايقات والتمييز في العمل، الاستفادة من الظروف الملائمة التي تسهل لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه، مثل الاستفادة من التكوين المتواصل وتحسين المستوى. يؤدي بهم هذا الأمر إلى مجموعة من الواجبات التي ينبغي أن يقوموا بها أو أن ينفذوها في إطار عملهم داخل الإدارة. المهمة الإدارية والتقنية هي توفير الظروف الملائمة للأستاذ الباحث أثناء أداء وظيفة التعليم والبحث على أكمل وجه، وذلك يتم في إطار احترام القيم الأساسية للوظيفة العمومية المتمثلة في الكفاءة، عدم التحيز، النزاهة، الاحترام، السرية، الشفافية وحسن الأداء. فالكفاءة هي مسؤولية الموظف عن القرار والفعل والاستعمال الحكيم للموارد والمعلومات التي توضع تحت تصرفهم، وعدم التحيز نقصد به الاتسام بالحيادية والموضوعية ومعاملة الجميع بطريقة منصفة وممارسة الوظيفة دون أي اعتبارات حزبية. نقصد بالنزاهة عدم الخضوع لأي شخص قد يؤثر فيهم أثناء أدائهم لمهامهم، و
ونقصد بالاحترام عدم التدخل في الأفعال البيداغوجية والعلمية، ونقصد بالسرية أن تخضع الملفات الإدارية والتقنية والبيداغوجية والعلمية لواجب الكتمان، ونقصد بالشفافية ضمان سيولة المعلومات المفيدة لأعضاء الأسرة الجامعية، ونقصد بحسن الأداء حسن المعاملة أولاً ثم القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. تقريباً هذه هي معظم أدبيات الأخلاق الجامعية أو أبجديات الأخلاق الجامعية التي ينبغي أن تتوفر في المحيط الجامعي حتى يتسنى للجميع القيام بالمهام الموكلة إليهم. في الأخير أجدد شكري للسيد مدير المركز الجامعي وكل الإداريين الذين يشتغلون في جامعة عبد الحفيظ بوصوف، وكل الفئات التي تسير في خط إنهاء السنة الجامعية بنجاح رغم الصعوبات ورغم الظرف الصحي الذي تمر به البلاد. شكرا لكل الطلبة الذين التزموا بواجباتهم البيداغوجية وهم الآن على قاب قوسين أو أدنى من إنهاء هذه السنة، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى أن تتوفر لغة الحوار بين مختلف هذه المكونات الجامعية، نتمنى أيضا أن نستعد لهذه السنة الجامعية الجديدة مع حرصنا الشديد على أن تنطلق الدراسة ابتداء من أول ديسمبر إلى غاية 15 ديسمبر 2020 عن بعد، ثم تستكمل الدراسة حضوريا وفق البروتوكول الصحي الذي يناسب الانخراط في هذه العملية. نرجو من الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوفاء، وأن يحفظ بلدنا الجزائر، وأن يوفر لنا الأمن والأمان. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.